زيت تونسي اللتر ب14 باوند 14 جنيه. نقول بسم الله، نصب شوية هون ماشي، وبعدين احفظوا لي اياهن بالترتيب. بعدين عندك زيت اسباني اللتر ب12 باوند 12 جنيه استرليني، بنصب منه شوية هون. وبعدين يا سيدي عندك زيت كاتبين عليه المصدر دول أوروبية مش محددين، اللتر ب7.5 جنيه. منقول بسم الله، حطيناه نقبال بعض مشان ما نضيع. صار عندك يا سيدي تونسي على اليمين أول واحد بيستاهل، إسباني الثاني، وعندك الأوروبي الثالث، كله إكسترا فيرجن أويل مكتوب عليه عصرة أولى. خليها على الخفيف. هاي صحون الزيت، عندك تونسي ميد إن تونيزيا، وعندك إسباني هذا هي شايف بروديوس أوف سبين، وعندك يا سيدي وقع الزيت شوية معلش، وعندك هون كاتب لك إنتاج الاتحاد الأوروبي أو من مصدر أوروبي. هاي إيه لا تقع أنت الثانية. هاي هون رغيف الخبز أي شغل، ألوانهن نفس الألوان. هسه يا سيدي نجيب رغيف الخبز وبدنا نذوق واحد واحد. أول شيء التونسي، بسم الله غطسها مليح يا ابو احمد. هذا زيت التونسي فيه حروره كويسه. ونشوف الاسباني، بسم الله قريب من التونسي، والاوروبي ما بعرف صراحة كلهن قريبات من بعض، بس هذا آخر واحد ما بدري حاس حرورته أحسن شيء ما بعرف عند، بس كلهن كويساته، بس هذا حرورته آه والله حرورته أكثر شيء ظهرت معاي الأوروبي اللي هو الأرخص شيء، اللتر ب7.5، وهذا قلنا اللتر ب12، وهذا اللتر ب14 التونسي. نرجع نعيد مرة ثانية يا عمي بلاش يكون الواحد. هاي التونسي بسم الله، تونسي مرتب والإسباني مرتب وهذا مرتب. بين وبينك يعني بدك تتذوق أكثر من مرة عشان تحدد، يعني رجعت على المرة الثانية وهاي الثالثة بجوز مدريش جزء 5 مرات، هاي الرغيف قرب ما يخلص قدامك. يعني نرجع من جديد نشوف التونسي، انا مش عارف شو اقول لك، نفس اللون كلهن ونفس الطعمه تقريبا، بجوز التونسي شويه مع اكثر من مره جربت الحروره بجوز احسن شوي بجوز. بس اللي مستغرب واني بصراحه هذا ابو اللتر 7.5 يعني زيهن، بتحسه زيهن ما مش حاس فرق كبير يعني. طبعا كلهن زيت زيتون عصره بكر اولى مش عارف شو. الشغلة الوحيدة لونهن زي ما انت شايف نفس اللون، الثلاث نفس اللون. طبعا بتعتمد بجوز على قديش الهن هذا يعني قديش له معصور. طبعا الزيت التونسي انا شفته حاطين عليه بنتهي ب2026 مثلا، الاسباني حاطين عليه بنتهي ب2025، معقول مش كاتبين عليها؟ ما بدري أولي مش شايفها، بس كلهن كويسات. أنا بالنسبة إلي لما تشتري يعني من هون من بريطانيا من محل موثوق، مدام الزيت مكتوب عليه إكسترا فيرجن أويل زيت عصرة بكر شايف، على الأغلب أمورك طيبة وزيت كويس. طبعا اللي بعصر الأيام هاي اللي بأخذ زيتونه مضمون من أرضه بروح على المعصرة بعصرهن بأخذهن، أكيد بيختلف عن الثلاث هذول شغل التصدير يعني أكيد.
أنا إيش بقول؟ على جميع الأحوال الحمد لله على نعمه وفضله. شغلة بسيطة ومرتبة زيت، ونسيت الشايني، شايف؟ لقمة خبز مع زيت مع كاسة شاي، وصحتك عليك أمورك طيبة. قول الحمد لله دائما أبدا. تحياتنا لكل الأخوة في كل مكان، وتحياتنا للدول العربية جميعها، تحياتنا لكل الدول العربية المنتجة لزيت الزيتون. شايف الشغلة مش انه يعني احنا بنقول مين احسن ومين كذا ومين كذا، بس ايش خطرت عبالي كونه صار عندي اكثر من نوع زيت اجربهن. مرات القادمة ان شاء الله منجيب الزيت الليبي والمغربي والجزائري والاردني اذا فيه، والسوري واللبناني والفلسطيني وهكذا. شايف بس من باب حبي للزيت وحبي لكم. بس انا بقول يعني كل الزيوت كويسة اذا كانت زيت بكر عصرة اولى. طبعا بجوز واحد يجي يغمس يذوق يقول لا ابو احمد انت غلطان، مثلا التونسي بيفرق كثير عن الاسباني مثلا. كل واحد حسب يعني شو ذوقه، بقول له تذوق يعني. بدي اخلص الزيت التونسي احسن شيء، هذول الثلاث. الجو اليوم بارد وكان ماطر معظم الاوقات، والامور طيبه ان شاء الله. تحياتي ومحبتي للجميع. السلام عليكم.